بطولة حلم كبير سؤال يا كلنا المصريين مستنيينه وبنحلم بيه أكيد. بقالنا 14 سنة مستنيين اللقب ده من 2010. صح، كتير كلنا في كتير. ظهر المنتخب إن شاء الله. متفائلة بالبطولة؟ متفائلة متفائلة، مع إن مفيش أي بوادر مختلفة تقول إن إحنا لازم نتفائل، بس حاسة إن في شحن جماهيري معين كده، وبعض اللعيبة مركزة إن إحنا لازم هناخد بقى البطولة السنة دي. إحنا في فاينل كسرناه المرة اللي فاتت، وبرده النسخة اللي قبل كده ونسخة 2017، فخلاص بقى يعني. وحتى البطولة لما كانت على أرضنا في 2019 ما كسبناش، ف منار نكسب بقى. إحنا وصلنا للنهاية كتير وما خدناش البطولة بالظبط، وبسيناريوهات غريبة يا شيف حسن، غريبة سواء بقى في غريبة. كأس العالم أو في أمم أفريقيا نوصل السنغال ضربات كان جزاء. سيناريو غريب جدا، والكاميرو برضه كان سيناريو غريب. السنغال دي عقدة بتاعت الليزر، فاكر الليزر؟ احنا لنا فيديو ترند انا وانت مستنيين لحد دلوقتي الماتش. لا الليزر كان في كأس العالم يا بوسكوس. اه صح، يبقى انا كان في كأس العالم، كان في كأس العالم. حسن مذاكر مظبوط صح. فاحنا ان شاء الله بإذن الله من يعني ما عايزين ما نوصلش للسيناريوهات اللي هي تكون سيناريوهات صعبة. يعني اتوقع ان شاء الله فيتوريا عارف ازاي هيدير كل مباراه على حسب اللي مطلوب من المباراه، علشان طريقنا الى التامنه يكون سالك ان شاء الله ومش مفخخ ولا في اي عقبات. عايز اسالك سؤال مهم يا منار. اتفضل. 86 كان مدرب وطني. 98 كان وطني. جوهري. 2006 كان وطني. 8 كان وطني. مظبوط. 10 وطني. مظبوط. المره دي ايه بقى؟ المره دي برتغالي. ما انا عارف انه برتغالي وفيتوريا ان شاء الله. انا عايز انا اعرف يا منار، ان كل الفوز بيبقى مع مدرب الوطني. اه فازه سؤال حلو. ايه رايك حلو يا منار؟ بس احنا دلوقتي المدرب مش وطني، فمش عايزين نربطها بقى السكه دي. عشان انا عايز اعرف بقى تفاعل برضه البرتغالي ان شاء الله هيجيب لنا البطوله. يعني في فيتوريا مستقر مع المنتخب المصري الفتره الاخيره، عارف مفاتيح، يعني عارف اللعيبه اللي بيقدر يعتمد عليهم واللي بتنفذ الخطه اللي هو شايفاه ازاي مع المنتخب فيتوريا؟ لا شايفه ان احنا يعني ان شاء الله علشان بقى في عارف يديرهم، عارف يسيطر، عارف يفهمهم، وعارف هو محتاج لعيبه مين. واحنا دلوقتي عندنا قوام المنتخب المصري مظبوط، يعني المركز الواحد فيه اكتر من لاعب. يعني بعد ما القائمه اللي اعلنت لضم لعيبه الى المنتخب، في ناس بدات تاخد يعني تسال طب ليه ده ما راحش، طب ما ده في نفس المركز ليه ما راحش. في ناس كانت واخداها يعني اهلي وزمالك، بس في ناس تانية من كتر ما الخيارات متعدده بيكون صعب اكتر ان انت تختار. فدي حاجه كويسه ان انت عندك خامه كويسه وعندك قماشه لعيبه تقدر تختار ما بينهم، علشان لو تعرضنا لاصابات يبقى الناس اللي على الدكه في موجود العدد ينزل. طيب النهارده اول ماتش مع موزمبيق، تاريخنا ايه مع موزمبيق وفرصنا ايه يا منار؟ يعني موزمبيق يا بوسينا مش الفريق اللي احنا نخاف منه، بس في نفس الوقت نخاف منه ليه؟ عشان مش حاجه مضمونه. صح. علشان احنا اوقات ممكن نكون ضامنين حاجه ومش عاملين حسابها ويطلع لنا منها كده حاجه تبوظ لنا، او نلعب يعني بترافع فنخسر، ما ننزلش ما نتكبرش على الكوره، عشان ما ينفعش حد يتكبر على الكوره. ملهاش كبير، ملهاش اول كبير. ماتش دايما الانطلاقه ما بتكونش اسهل حاجه. اي نعم المجموعه بتاعتنا مش صعبه، احنا المفروض ان احنا ضامنين مركز اول، لو مش اول هيبقى تاني. مجموعتنا مع مين برضو وضحي لي؟ احنا مجموعتنا فيها مصر وغانا وموزمبيق وكاف فيردي او الراس الاخضر. المفروض انه كاف فيردي وموزمبيق مش الفرق او مش المنتخب اللي احنا نخاف منه. يعني هو ماتش مصر وغانا هو الماتش اللي بيكون هايلايت المجموعه. القلق شويه يعني من غانا في المجموعه بتاعتنا، من مباراه غانا، بس ماتش النهارده القلق منه ان ارضيه الملعب مش احسن حاجه، وانه الفريق مش مضمون او المنتخب مش مضمون. موزمبيق. فاحنا محتاجين ان احنا نركز في الانطلاقه ان هي تكون انطلاقه جيده وناخد النقط بتاعه مباراه النهارده. بس تاريخنا بيقول برضو ان احنا كسبنا منتخب موزمبيق كتير طبعاً. عمرهم ما مصر كسبونا. كعبها عالي في البطوله دي يا بوسينا، يعني احنا اكتر منتخب حصد البطوله دي 7 بطولات، فيعني ان شاء الله ان شاء الله تكون التامنه من نصيبنا، واي الله. سيناريوهات بقى قبل كده ما نقعدش نركز فيها ولا نربط حاجات تشائم انا اولاد النهارده ولا اي حاجه. انا اولاد النهارده، احنا اولاد النهارده، بس انا بس كعبنا عالي وانا متفائله في البطوله كلها، مش طبعاً. قدام موزمبيق ولا في المجموعه بتاعتنا بس. طبعاً. ليه يا منار؟ لان مصر يعني سمعتها بتتكلم عنها يا بوسينا، تخيلي ان مفيش منتخب خالص اخد فكره انه ناخد بطوله 3 مرات بظروف مختلفه. يعني في الاول قلنا في 2006 كانت البطوله على ارضنا، فاحنا اصحاب الارض والجمهور، فده كان عامل مساعد. صح. طب والسنه اللي بعديها او في 2008، طب و2010 كان جيل ذهبي فظيع، يعني كان كل زعلنا بعد كده ان احنا ازاي الجيل ده ما وصلش كاس العالم. احنا دلوقتي في احلال وتجديد، طبعا الجيل القديم ده ما بقاش موجود وبقى في جيل تاني دلوقتي هو اللي في قوام المنتخب المصري، وعدوا بحاجات كتيره. يعني الجيل ده بعض اللعيبه منه وصلت برده كاس العالم في الجيل 2018. ده كمان فيه اللي هيلعبوا كمان في البطوله دي محترفين كتير. طبعا صلاح، النني، تريزيجيه، حاجه مهمه جدا ان مرموش. النسخ اللي قبل كده كانت اغلب اللعيبه لعيبه وطنيه، ما كانش فيه لعيبه محترفه مثلا غير احمد حسن، زيدان، ميدو. احنا دلوقتي اغلب قوام المنتخب لعيبه محترفه، مصطفى محمد زي ما قلتي، عمر مرموش، احمد حجازي، محمد صلاح، تريزيجيه.
ففي خبرات جايه يعني خبرات كبيره، فده هيكون من العب